كتير بتخلط بين الإلحاد والعلمانية، إيه الفرق بينهم؟ لا لا، هذا خطأ شديد. العلمانية ببساطة هي فصل الدين عن الدولة. يعني لا تجعل الدين يقود الدولة، لا تجعله يتدخل في حياة الإنسان ويقول له، أو في مثلا الأنظمة أو في القوانين أو في التوجيه أو في الفن. لا، الدين ده يعني يكون هو علاقة بين الإنسان وبين ما يدين به، سواء كان يعني يدين به كذا أو كذا. هذا لا يستلزم إنكار وجود الله، لأن قلنا الإلحاد هو إنكار وجود الله. يعني العلماني قد يكون متدينا. بالضبط، قد يكون، وخاصة مثلا ما يسمون أنفسهم علمانيين مسلمين، يعني هم مسلمين متدينين، يعني وكثير منهم يصلي ويصوم، لكن غير مقتنع بأنه في هذا العصر مثلا نقول في حرام وفي حلال وفي مش عارف خمرة حلال. لا، يعني دعوا الناس، هذا إسلامه يصح طبعا إذا اعتقد أن أو كانت دعوته للعلمانية معتقدا أن الدين ده مسرحية وانتهى، لا هذا ملحد. لكن إذا كان يعتقد أن فعلا في إله وفي، لكن هو يريد أن المجتمع يتحرر من أوامر ونواهي الدين. هنا برضو نسأله، يعني أنت مع اعترافك بأن في دين، يقول لي في أوامر نعم، في نواهي نعم، طب ما إيه مشكلتك؟ مشكلتي أنا مش عايز أطبق. فإذا كان مشكلته في التطبيق هو مسلم، إذا أنكر التطبيق. إنما إذا أنكر الأصول الدين نفسها وما علم من الدين بالضرورة، يعني منطلق في دعوته لعزل الدين عن المجتمع بأن الدين ده منتهي ولا يعني وليس حقيقة، فهذا ده ملحد.